السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اليوم جبت لكم وصفة لامونة باه توجدوها للعيد، وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. هنا عندي نص كاس حليب، نص كاس ماء، نص كاس سكر، ملعقة خميرة، بودرة تاع الفانيلا، بودرة البرتقال، وعندي هنايا ثاني مبشور البرتقال، مبشور البرتقال. نوجدو قبل الخميرة، نديرو نص كاس حليب ونص كاس ماء، ملعقة تاع خميرة، نوجدو الخميرة باه تتفاعل، وهنايا نزيدو ملعقة تاع السكر، وهذه بودرة الفانيلا هي مبشور الليمون، وهنايا عندي بودرة البرتقال. نخلطو كل شيء، نزيدو لها شوية فارينة، نخلوها تتفاعل قد نص كاس تاع فارينة درته. نخلو الخميرة تتفاعل، نغطوها ونخلوها في مكان دافئ. نبلعو عليها ونخلوها تتفاعل، نديرو الخميرة، نوجدو الخميرة. الخميرة راهي تفاعلت، هذا هو السر تاعها، من تتفاعل الخميرة تجيب لكم تجيكم لامونة خفيفة. نديرو لها نص كاس سكر، نزيدو لها حبة تاع البيض، نزيدو لها قريصة تاع الملح بهد تجي مليحة، وهنا نديرو ربع كاس تاع الزيت، نخلطو كل شيء. نزيدو هنايا ملعقة تاع لافاني بودرة البرتقال، وهنايا عندي مبشور ليمون، جوج مغارف تاع الماء الزهر، ملعقة تاع خل أبيض، نخلطو كل شيء. نزيدو الفارينة، وهنايا عندي ملعقة تاع خميرة تاع الحلوة، نديرو غير ملعقة كبيرة، نلمو العجينة تاعنا. نديرو نلمو العجينة، نلمو العجينة بالفارينة، ونزيدو لها ملعقة تاع خميرة الحلوى، نلمو العجينة تاعنا، الفارينة هو عينك هو ميزانك، أنا من نعبرش بالكيسان، ندير الفارينة غير بشوية، هذا هو القوام تاع العجينة. ونزيدو لها ملعقة صغيرة تاع مارغارين، وندخلوها في العجينة، نخلو العجينة ترتاح في مكان دافئ، ونخلوها ترتاح، راهي سخانة دوك ترتاح، دوك تريح بالخف.
ما تطولش، عندكم واحد 15 دقيقة ولا 20 ساعة تكون خمرت. ندخلو كاع هاديك المارغارين، نديها ترتاح صاي، نلمها غير نلمها راهي ارتاحت. عفوا نديروها ترتاح، هاي من العجينة تاعي تجي طرية، ما تعجنوهاش بزاف، شوية وخلوها ترتاح. صاي هاي من العجينة تاعي نخليها ترتاح، من بعد نشكلوها مع بعض، من بعد نرجع لكم. العجينة راه ضعف الحجم تاعها، نديرها كويرات صغيرة، وانتوما الحجم اللي تبغوا ديرو ديرو. درتها غي كويرات صغيرة، ها من الحجم تاع الكويرة، هامينا كورتهم، وانتوما الحجم اللي تبغوا ديروه ديروه، كبروا ولا صغروا. دوك نزيد نحطهم المرة الثانية يخمروا واحد 15 دقيقة، ودروك نحمو الفرن تاعنا. لابونا راه ضعف الحجم تاعها، هنا عندي البيض، درت حبة بيض، درت شوية قهوة وشوية فاني، لافاني بودرة، نطلي لامونا بالبيض. راني سخنت الفرن تاعي، نسخنوه مليح، ندخلوها طيب، من بعد نقصو الفرن على نار هادئة، من بعد ندير علامة زائد بالمقص، راني درت هاد العلامة، علامة زائد، وندير فوقها السكر، ولي بغات دير جاجلان دير جاجلان، ومن بعد نرجع لكم باه تشوفوها جاهزة. هاي لامونا راهي واجدة أمامكم، جات كالقطن، جات حمرا، هاي وينا جات خفيفة، راني قسمت لكم وحدة جات خفيفة، وإن شاء الله تجربوها. والصحة عيدكم، وكل عام وأنتم بخير، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشكرا.